بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لكم شرح الدرس الثاني من مقرر التحكم الآلي أو الأوتوماتيك كنترول تحت عنوان Chapter 2 Block Diagram Reduction Technique and Signal Flow Graph. كما هو مبين في العنوان، هذا الشابتر يتكون من عنصرين اثنين، وهما البلوك دياجرام ريدكشن تكنيك اند سيجنال فلو جراف، سيكون مناقشته في مرحله ثانيه. نبدا بمناقشه العنصر الاول من هذا الشابتر وهو بلوك دياجرام ريدكشن تكنيك. بلوك يعني البلوكات، ريدكشن الاختصار، والتكنيكس هي الاليات او التقنيات. لتبسيط هذا العنوان أو لتبسيط هذه النظرية أو هذه التقنية، يمكن أن نشرحها عبر هذا النظام الذي هو مبين في هذه الشريحة. هذا النظام هو نظام كهروميكانيكي متكون من رافعة لها حرية الانتقال، يعني up and down، ولها حرية الانتقال right and left، up and down. متكون أيضا هذا النظام من أجزاء معدة أو من أجسام معدة للرفع. هذه الأجسام يمكن أن تكون مثلا معلبات إسمنت، كرتون به منتوج معين، مواد بناء إلى آخره. وبطبيعة الحال كلنا ممكن يعني قد أتيحت الفرصة أن نرى هذا النظام يعمل في المنشآت العامة أو المقاولات العامة في الأشغال. يعني متكون أيضا هذا النظام من محركات كهربائية، من مؤشرات جهد وتيار للأجزاء الكهربائية إلى آخره. من سكة مثلا، هذه السكة يعني هي معدة غرض حتى تتحرك الرافعة يمين ويسار بكل حرية إلى آخره. نأخذ مثلا هنا نزول وهبوط الرافعة، to get up and to get down and to get down للرافعة. هذه لابد أن يكون هذا النزول والطلوع لابد أن يكون متناغم مع حركة الأجسام في الزمن وفي الموقع. يعني عندي هذا الجسم مثلا عندما يصل إلى المكان المحدد نسميه مثلا X node، لابد أن تنزل الرافعة لأخذه إلى أعلى حتى يعني يكون النظام يعمل بشكل جيد. لدراسة هذا النظام أو يعني theoretical، لدراسة هذا النظام نظريا وبشكل عام، لابد من معرفة تفاعل كل أجزائه هنا الميكانيكية والكهربائية مع بعضها البعض حتى يتسنى لنا صيغة النظام برمته في شكل مبسط. وهو يعني عندك هذا النظام الكهروميكانيكي برمته ننمذجه كالتالي: Transfer Function يعني الهدف من هذا النظام، الانبوت الانبوت و Output. بطبيعة الحال هنا الانبوت يعني هو أجسام معدة للرفع، والاوتبوت يعني هو أجسام قد رفعت إلى المكان المحدد. بعدين النظام برمته أو إجمالا يتكون من صاب فانكشن، يتكون من صاب فانكشن أو من صاب أو من صاب بلوكس. كل فانكشن أو كل صاب فانكشن لها تأثير مع الفانكشن الذي يليها أو الذي يسبقها. وبالتالي يعني في الأخير نكون قد اختصرنا كل هذه الصاب فانكشن إلى فانكشن واحد أسميه إيش؟ أسميها ترانسفير فانكشن. To do this many or several rules، يعني عندي قواعد وقوانين معينة لا بد من تطبيقها حتى يعني ننمذج ونختصر نظام شامل في نظام مختصر. To discuss this إن شاء الله it will be given in the next slides. Thank you very much for your attention.